افريكا هوند. مساء الخير، مرحبا بكم في افريكا هوند. اليوم تلعبت الجوله الاخر من مباريات الدور الاول في البطوله الافريقيه للانديه البطله الدوره 39 اللي تنظمها الحمامات من 22 حتى 29 اكتوبر. نبدا بالماتشات اللي تلعبوا في قاعه الحمامات. نص النهار فاف الكاميروني تعادل مع بوسبور الايبواري 22 مقابل 22. الاربع متاع العشيه اللي تلعبت مباراه الترجي وكايمون الكونغولي، مباراه كانت سريعه على الاخر والترجي فاز فارق هدف واحد 33 مقابل 32. ماتش اخر تلعب بالستة متاع العشيه الاربع متاع العشيه، الزمالك المصري انتصر على وداد سيمارا المغربي 40 مقابل 28. ومباراه الاخرى في قاعه الحمامات جمع جمعيه الحمامات والاهلي المصري وفات بالتعادل 26 مقابل 26، رغم ان جمعيه الحمامات كملت الشوط الاول متقدم بخمسه نقاط فارق 15 مقابل 10. بالنسبه للمشوات اللي تلعبوا في قاعه نابل، افريكا سبور ايفواري خسر قدام المجمع الجزائري 23 مقابل 21. ريد ستار الايفواري كيف انهزم قدام فينيكس الجابوني 23 مقابل 21. والباب الكاميروني انتصر على الجيش الرواندي 41 مقابل 27. في قاعة ابن خيار مباراة واحدة تلعبت بالنسبة للسيدات، فانز الكونغولي انهزم على باندام الإيبواري 22 مقابل 19. برنامج ربع نهائي البطولة الإفريقية اللي باش يتلعبوا غدوة نبداو بالرجال في قاعة نابل مساعتين، الزمالك المصري مع فريق الفاف الكاميروني، والأربعة متاع العشية الترجي الرياضي مع فريق فينيكس الجابوني. في قاعة الحمامات الأربعة متاع العشية جمعية الحمامات مع وداد سيمارا المغربي، والستة متاع العشية الأهلي المصري والشبيبة الكونغولي. بالنسبة للناس اللي تسأل على مباراة نصف النهائي، مباراة نصف النهائي يتلعبوا نهار السبت، وفي صورة انتصار الترجي وانتصار جمعية الحمامات فإنهم باش يتقابلوا بعضهم في الدومي فينال. كيف كيف الدوميتين المنتظر بين الترجي وجمعية الحمامات كما قلنا، ونصف النهائي الثاني منتظر كيف كيف بين الأهلي المصري والزمالك المصري. بالنسبة لمباراة ربع نهائي بالنسبة للفتيات في قاعة نابل، نص النهار بريميرو دياغوستو الأنغولي يلعب مع أفريكا سبور الإيبواري، والستة متاع العشية ممثل كرة اليد التونسية الجمعية النسائية بصفاقس اللي كملت الدور الأول في المرتبة الثانية باش تواجه فريق المجمع الجزائري. بالنسبة لقاعة الحمامات نص النهار نصف ربع النهائي الأول يلعب بين أبو سبورت الإيبواري مع نادي فانكر الكونغولي، ومساعتين باندام الإيبواري يواجه في الألفاب الكاميروني. كانت هذه أفريكا هوند، موعدنا الرياضي القادم العاشرة متاع الليل في أنفو سبور. كان معكم الفضل العريبي في لمان.